ونبقى في متابعة لما يجري في مجمع الشفاء الطبي. ومعنا من القاهرة دكتور عائد ياجي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. مرحبا بك معنا دكتور ياجي. ما الذي وصلكم من تفاصيل محدثة حول التطورات الحاصلة الآن في محيط مجمع الشفاء؟ وهل في أي معلومات عن حصيلة لأعداد شهداء أو جرحى جراء هذه العملية الآن؟ يعني حتى الآن المعلومات الواردة من مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة هي نفس المعلومات التي ترد عبر جميع وسائل الإعلام، حيث أن وسائل الاتصال والتواصل مع الزملاء العاملين في المستشفى هي مقطوعة منذ مساء أمس أو منذ فجر هذا اليوم. جميع المعلومات التي تصلنا هي فقط عبر وسائل الإعلام، ولا يوجد اتصال مباشر للأسف الشديد. منذ مساء أمس وهناك يعني تم محاصرة مستشفى الشفاء الطبي، وتم قصف بعض مبانيه، وأيضا تم الطلب من النازحين والعاملين الخروج من المستشفى. هناك أخبار عن اعتقالات تمت، هناك أخبار أيضا عن دفع المئات بل الآلاف من النازحين داخل المستشفى للخروج منه والتوجه ناحية، ولكن معلومات دقيقة ونهائية عن عدد جرحى أو شهداء حتى الآن لا تتوفر للأسف الشديد. جميع ما نسمعه فقط من وسائل وسائل الإعلام. لكن هل لديكم تقديرات دكتور عن أعداد الجرحى أو النازحين الذين كانوا أصلا داخل المجمع قبل اجتياحه؟ وماذا عن الطاقم الطبي الآن الذي حسب آخر المعلومات أيضا فهو محاصر داخل المجمع؟ كما هو معلوم فإن مستشفى الشفاء الطبي خرج عن الخدمة في النصف الثاني من شهر يناير، وبعد عدة محاولات استطاعت الطواقم الطبية المتبقية والعاملة في محافظة غزة من إعادة تشغيل هذا المستشفى في بداية شهر يناير، ولكن عندما تم إعادة تشغيله تم إعادة تشغيله بشكل جزئي لتقديم بعض الخدمات، ولا تستطيع الطواقم الطبية هناك تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة وخاصة الطارئة منها، ولا تستطيع الطواقم الطبية أيضا إجراء جميع أنواع العمليات الجراحية الضرورية اللازمة. هناك كان الحديث هناك عن بعض آلاف من النازحين هم من لجوا إلى مستشفى الشفاء الطبي. بالنسبة لعدد الطواقم الطبية غير واضح وغير معلوم، وخاصة بأن الطواقم الطبية تستعين بالعديد من المتطوعين وخاصة من طلاب كليات الطب السنوات الأخيرة أو من هم يدرسون التمريض. مدير منظمة الصحة العالمية دكتور ياجي أعرب قبل قليل عن بالغ قلقه بشأن الوضع الصحي في مجمع الشفاء الآن بعد اجتياحه اليوم للمرة الثانية. هذا يجعل الوضع الصحي الآن في مستشفى الشفاء عند أي مستوى؟ بالأساس مستشفى الشفاء والمنظومة الصحية بشكل عام في قطاع غزة هي منظومة انهارت للأسف الشديد بعد هذه العملية البرية التي قامت فيها قوات الاحتلال، وبعد تدمير غالبية وإخراج غالبية مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة. نحن أيضا نتخوف ليس فقط على صحة وسلامة زملائنا العاملين وهو مهم، ولكننا نتخوف أيضا على صحة وسلامة جميع المواطنين الذين هم بحاجة لتلقي الخدمات الصحية الضرورية، وليس فقط خدمات إنقاذ الحياة. نحن نتحدث عن جرحى، نحن نتحدث عن مرضى يتم استقبالهم في المستشفى، نحن نتحدث عن أطفال يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم. هذه الخدمات جميعها توقفت الآن منذ مساء. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا من القاهرة دكتور عائد ياجي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.